احداث كتيره جدا في الفتره اللي فاتت، ولكن اهمها على طبعا الساحه العالميه وخاصه كره القدم اكيد البطوله او دوري ابطال اوروبا. شفت التنافس ازاي، وشفت كمان المباراه ما بين طبعا ريال مدريد، مباراه عظيمه ما بين ريال مدريد والمان سيتي، شفتها ازاي؟ الاول برحب بحضرتك يا كابتن، وسعيد جدا ان احنا التقينا على الهواء تاني. بالنسبه لمستوى التنافس اللي احنا بنشوفه حاليا في دوري ابطال اوروبا، فيعني هو شيء يخليك تطمح ان الكره العربيه والافريقيه والمصريه توصل لبعض من هذا المستوى وبعض من هذا التنظيم. انا بيلفت انتباهي جدا برضو ان رغم كل اللي حصل بعد ازمه كورونا، لسه الاتحاد الاوروبي محافظ على الجدوله المنضبطه للمسابقه. ده شيء في منتهى الصعوبه مع بالتنسيق مع الاتحادات المحليه طبعا. الامر كان ما حصلش فيه حاجه، يعني كان كل الدروبات اللي حصلت، كان الازمه اللي بتحصل حاليا في اوروبا. وبيني وبينك الناس بتتفرج، الناس نسيت اصلا ازمه كورونا وارتباطها بكره القدم نتيجه التنظيم اللي عمله الاتحاد الاوروبي اكيد. يعني بالظبط يا كابتن، والجماهير عادت بسهوله، وما رغم التوترات السياسيه اللي موجوده في القاره الاوروبيه كلها دلوقتي، الموضوع ما فرقش بالنسبه للمسابقه. تحس ان العمليه مؤسسه بشكل يعني بشكل مظبوط، كل حاجه محطوطه بجدوله منتظمه. ده بدايه. النقطه الثانيه، انا كنت شايف ماتش ريال مدريد ومانشستر سيتي، يعني بين فريقين متناقضين لدرجه كبيره جدا. فرقتين متناقضتين يعني ضد بعض، يعني لو عبرنا عن مفاهيم تخص مانشستر سيتي في الكوره هيبقى عكسها تماما ريال مدريد، اللي هو مانشستر سيتي فريق بيعاني من انه ممكن يعمل هجمات كتيره جدا في كل الماتشات، وما يخلقش ما يسجلش من الاهداف غير نسبه قليله جدا. ده عكس تماما ريال مدريد اللي هو ملك الواقعيه في كره القدم. من ناحيه تانية، لما بنتكلم على اكتر من 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 من, من, من شخص بيتحكم في قصه مداوره الكره في خط نص مانشستر سيتي وخط الهجوم، على العكس خالص احنا بنشوف فرقه تانية عند ريال مدريد باقل عدد من اللمسات بتعرف توصل لمنطقه جزاء الخصم، وبتعرف توصل للثلث الاخير بتاعه. فهي كانت مدرستين متباينتين في كرة القدم بحجم جوارديولا وبحجم أنشيلوتي، مع الماتشين وسيناريوهاتهم في الذهاب والعودة احنا كنا قدام تابلو كامل. صحيح. أما من حيث الاستحقاق في الماتش ده، فأنا حاسس إنه تصريحات أرسن فينجر لما بعد الماتش قال أنا لو مكان جوارديولا واتسألت أنا غلطت في إيه علشان أخسر، مش هلاقي إجابة.